الملايين، عاصمة الميادين، ميدان الوثبة، شوطنا السابع للأبكار الحجائج انطلق بحفظ من الله ورعايته عبر قناة ياس الرياضية. من تتابعون هذا الانطلاق، مقدمة الشوط مطرة سعيد بن علي بن عبيد الشامسي، من يقدم لنا مطرة مع البداية والصدارة، نقلة مباشرة إلى ثاني المراكز من الجانب الآخر من يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا هذا الاسم. من يرافق المطرة بهذا القدوم أرى اللي هي منحاف محمد بن سعيد بن ذويب الدرعي، من يقدم لنا منحاف ثالث المراكز إنجاز عبد الله بن سيف بن راشد المزيني، من يتقدم مع المركز الثالث رابع المراكز الوصول والقدوم، من تاتي هنا خيرة عبد الله بن حمود بن ياسر اللي حافي رأس ديوه، من يقدم هذا الاسم القادم أحلى. وصلت في هذه اللحظات هنا حظوظ الحرب الراشد بن خادم المهيري المركز السابع، سابع المراكز أرى اللي هي نسايم محمد بن سلطان بن حمد الدرعي، والقدوم والوصول من الجانب الآخر من تنطلق في هذه اللحظات وتاتينا وضوح سعيد بن شافي بن سعيد الوهيبي. ولكننا نعود لنعود مع المقدمة، لنعود مع الصدارة ومع المركز الأول. منحاف منحاف اسم تاريخي بالفعل، محمد بن سعيد بن ذويب الدرعي، من يقدم لنا منحاف. المركز الثاني مطرة سعيد بن علي بن عبيد الشامسي، المركز الثالث من الجانب الآخر اللي هي تاتي الدانة عامر بن سعيد بن محمد الوهيبي، من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني أو ثالث المراكز. المركز الرابع انطلاق مباشر في هذه اللحظات من خيرة، وصلت الأسماء وصلت الشعارات، تتقدم في هذه اللحظات إنجاز باحث عن الإنجاز الذهبي في هذا الصباح. ولكن الصدارة وين؟ منحاف مع المقدمة، منحاف مع الصدارة الأولى. المركز الثاني مطرة، مطرة مع المركز الثاني، إنجاز تتقدم. ومن الجانب الآخر هناك اللي شواهين سالم بن سعيد بن سالم المحاربي، ولكن القادم أحلى. وصلت في هذه اللحظات هنا مشاهدينا الكرام عفرين مانع بن محمد بن علي المحاربي، من يقدم هذا الاسم الامتار الاخيره. الناموس وين؟ الصداره وين؟ لمن الابداع يا ترى؟ لمن الفوز والانتصار؟ عفرين تتقدم، عفرين تنطلق مشاهدينا الكرام بهذا التقدم. مانع بن محمد بن علي المحاربي اهالي السلطنه، سلام بواب 11 على هذا الفوز والابداع والانتصار. مانع بن محمد ود الحلو، اشكرك اشكرك المحاربي على هذا الفوز والابداع. مطرة سعيد بن علي بن عبيد الشامسي مع المركز الثاني. المركز الثالث من اتت اللي هي تمويل عماد بن غريب بن سعاد النيبي واول اذاعه تمويل. رابع المراكز ريف احمد بن سعيد بن زايد المزروعي، والمركز الخامس الدخول جماعي. وفي الاعاده افاده بالفعل، هنا نذهب الى التوقيت الزمني والى عفرين من نالت شرف الناموس لمالكها. مشاهدينا الكرام مانع بن محمد بن علي المحاربي مشكور يا ود الحلو. دقيقتين 54 ثانية، جزئين من الثانية تهانينا والناموس التوقيت الزمني. مطرة ثانيا سعيد بن علي بن عبيد الشامسي، دقيقتين 54 ثانية، خمسة من الأجزاء. ثالث المراكز من وصلت تمويل عماد بن غريب بن سعاد النيبي، وأول إذاعة لتمويل، دقيقتين 55 ثانية وفاء وتماما. رابع المراكز الريف احمد بن سعيد بن زايد المزروعي، دقيقتين 55 ثانية، ست من الاجزاء. نشوف ونتاكد. المركز الخامس، خامس المراكز انجاز، انجاز عبد الله بن سيب الراشد المزيني، توقيت زمن دقيقتين 56، ثلاثة من الاجزاء. انجاز عبد الله بن سيف بن راشد المزيني، تهانينا والناموس له على هذا الفوز مع المركز الخامس. ولكن تهاني